الرئيس السيسي يقرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. الرئيس السيسي يشهد حفلة تخرج دفعات جديدة من طلبة الكلية والمعاهد العسكرية. مصر تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع زميل أحمد أبو زيد. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك دانا، شكرا جزيلا، أهلا بحضراتكم. قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات. وعبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بأن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد. فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. أضاف الرئيس السيسي أن القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء. أضاف الرئيس أنه يتذكر بكل إجلال وتقدير الشهداء الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، قائلا: مع نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. أكد المتحدث العسكري أن قرار السيد الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ هو بمثابة جني الثمار وقرار كلل بإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من دماء الشهداء الأبرار. هذا وأعرب المتحدث العسكري عن تهنئته للشعب المصري بهذا القرار والذي اتخذه السيد الرئيس السيسي. ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان إعلان الرئيس السيسي إلغاء مد حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وأكد المجلس أن الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، كما يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي. ويؤكد مجلس حقوق الإنسان أن الخطوات التي اتخذها الرئيس مؤخراً ومن بينها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان. رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا وأكدت التنسيقية أن هذا الإعلان دليل على ما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار بجهود وتضحيات شعبها العظيم وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية والتي بسطت الأمن في ربوع الوطن. هذا وأضافت التنسيقية أن الإعلان يأتي متوافقا مع استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس السيسي الشهر الماضي. وتوجه التنسيقية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده البارزة في مسيرة الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة وتضمين حقوق الإنسان في هذه العملية الدقيقة، وذلك من أجل الانطلاق بمصر إلى المكانة التي تستحقها ما بين الأمم.
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية. تضمن الاحتفال عرضا عسكريا يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة. وقد مرت أمام المنصة المجموعة الأولى لخريجي الكلية الحربية، تلتها مجموعة من كلية الشرطة التي حرصت على المشاركة في حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بما يجسد الترابط بينهم ويعزز في نفوس الشعب المصري الأمل والأمانة بشأن مستقبل الوطن. عقب ذلك ظهرت مجموعات من خريجي كلية الدفاع الجوي والكلية الجوية والكلية البحرية والكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة، ثم مجموعة خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة. منح رئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى الخريجين المصريين والوافدين الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، فيما ردد الخريجون يمين الولاء قبل أن يصدق الرئيس على تعيين خريجي الكليات العسكرية. وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين وأسرهم والتحية للشهداء والمصابين الذين قدموا التضحيات لحماية الوطن. ألف مبروك، ألف مبروك للأسر كلها، وألف مبروك لأبنائنا الضباط اللي اتخرجت النهاردة، وتهنئتي من القلب لكل أسرة وشكري من القلب لكل أسرة قدمت وبتقدم من أسر مصر لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر. احنا دايما يعني حريصين على ان احنا في ظل او في الاوقات الجميله ديت ان احنا ابدا لا ننسى ابدا شهدائنا ومصابينا الذين قدموا وما زالوا حتى الان في ناس بتقدم، وده امر طبيعي لان المهمه اللي مكلفه بيها القوات المسلحه والشرطه هي الحمايه والامن لمصر وشعبها. فتحية لكل الشهداء وأسرهم، تحية لهم جميعا. هذا وشد رئيس السيسي على أن القوات المسلحة مسؤولة عن إعداد وتجهيز أبنائنا للمهمة المقبلين عليها من أجل حماية الوطن. دي مرحلة جديدة أنا بقولها للطلبة أو للضباط اللي اتخرجت، دي مرحلة جديدة خالص، انتوا هتبقوا مسؤولين عن رجال معاكم بالإضافة طبعا لمسؤوليتكم عن أنفسكم، ودي مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا لو احنا انتبهنا قوي لها. انت مسؤول عن إعداد وتجهيز وتوعية. يمكن تستغرب تقولي وتوعية، طبعا، لأن بيجي معاك ابننا أو من ابن من أبناء مصر يقعد في الجيش سنة واثنين ويمكن ثلاثة، وبالتالي احنا مسؤولين أمام ربنا سبحانه وتعالى وأمام الشعب المصري إن احنا نجهزهم ونخلي بالنا منهم ونحميهم ونحفظهم ونعدهم الإعداد الجيد للمهمة اللي هم مقبلين عليها. ده مهمة خطيرة جدا إنك أنت تبقى مسؤول عن إعداد إنسان لو ما انتبهتش حياته تبقى في خطر. دي مهمة كبيرة. ثم زي ما بقول الوعي، وده عشان انت تبقى تقدر توعي غيرك انت لازم تكون واعي قوي. مش مطلوب منك انك انت ما تبقاش منتبه لكل شيء، للأحداث المحيطة بيك وقراياتك، عشان تبقى فاهم وفاهم كويس، عشان كمان تقوم بالدور ده مع زي ما قلت المرؤوسين اللي موجودين معك. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن حروب الجيلين الرابع والخامس مبنية على التعامل ليس بالسلاح فقط بل بسلاح آخر هو الفهم والوعي الحقيقي. الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على يعني التعامل مش بالسلاح بس، سلاح تاني، والسلاح ده هو سلاح الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والتجاهل والوعي الزائف. فأنا بقول لكم إن أنتم مقدمين على مرحلة جديدة، أتمنى لكم كل التوفيق. إحنا بذلنا
الجهد معاكم ككلية وكقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات كمان، لكن انتم كمان تكملوا بقى تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة للتأهيل للقوات المسلحة والشرطة بيعملوه لظباطهم يعني. وخلال حفل التخرج أكد مدير الكلية الحربية اللواء أشرف سالم أنه تم تحديث المناهج العسكرية للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع نظم وآليات العصر. هذا وأشار إلى أن الكلية الحربية فتحت أبوابها لحملة المؤهلات العليا وفقا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يكون المقاتلون مؤهلين علميا. إن مسؤولية إعداد المقاتلين ليست بالشيء الهين، وخاصة إذا كانوا هم من سيتقدمون الصفوف للدفاع عن أمة تتطلع إليهم للزود عنها والحفاظ على أمنها القومي. ونحن في الكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية نعي جيدا حجم هذه الأمانة التي تطوق أعناقنا، فمنذ اللحظة الأولى التي يلتحق بها أبناؤنا بالكليات والمعاهد العسكرية يتم بناء وصقل شخصياتهم وتحويلها إلى الشكل الذي يتسق مع قواعد وتقاليد العسكرية المصرية. ننمي فيهم الولاء والانتماء للوطن. نقوم بإعداد طلاب اليوم ليكونوا ضباط الغد، ومن هذا المنطلق فقد قمنا بتحديث مناهجنا للارتقاء بالعملية التعليمية بما يتواكب مع نظم وآليات العصر. أكدت مصر أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان الشقيق، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. وفي بيان الخارجية أكدت مصر كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، داعية الأطراف السودانية في إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. أعلن وزير الخارجية سامح شكري متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، ومؤكدا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان، كذلك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي وتم خلاله تناول التطورات الأخيرة في السودان. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم. أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم فتح غرفة عمليات لمتابعة المصريين في السودان وتخصيص بريد إلكتروني لتلقي أي استفسارات. وأشارت الوزيرة إلى وجود تنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، كما أهابت بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات خلال الفترة المقبلة. أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي
وذلك حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة. وأن البرهان خلال كلمة له أن الحكومة المتوازنة قد تحولت إلى صراع ما بين أطراف الانتقال، ومؤكدا أن الصراع يهدد أمن وسلام السودان. نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة تحقق لهم طموحهم في هذه الشعارات. شرعية الفترة الانتقالية الراهنة قامت على أساس مرحلي هو التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في طريق الانتقال حتى الوصول إلى التفويض الشعبي بموجب انتخابات عامة من خلال الممارسة التي امتدت لأكثر من عامين. انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة، بعد بلادنا ومكوناتها المختلفة إلى انقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه. كما أكد البرهان أن ما يمر بالسودان الآن أصبح مهددا حقيقيا وخطرا يهدد أحلام الشباب، مضيفا أن التحريض على الفوضى من قبل قوى سياسية كانت دافعة للقيام بما يحفظ السودان. ما تمر به بلادنا الآن أصبح مهدد حقيقي وخطر يهدد أحلام الشباب ويبدد أمل الأمة في بناء الوطن الذي بدأت تتشكل معالمه، وبدأنا معا نخطو نحو دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة. إلا أن تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها نحو السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة، كان لزام علينا في القوات المسلحة والدعم السريع والأجهزة الأمنية الأخرى أن نستشعر الخطر ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وإقالة حكام الولايات، ولافتا في هذا الصدد إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال. لتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ثانيا التمسك الكامل والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية الفترة الانتقالية للعام 2019 واتفاق سلام السودان الموقع في جوبا في أكتوبر من العام 2020، ثالثا تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية. رابعا حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه. خامسا حل مجلس الوزراء. سادسا إنهاء تكليف ولاة الولايات. سابعا إعفاء وكلاء الوزارات. ثامنا يكلف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير دولاب العمل. تاسعا وأخيرا تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عمله وتشكيله على أن تكون قراراته نافذة وخاضعة للإجراءات القانونية.
التطورات الجارية في السودان وما أعلنه الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية من قرارات تستعرضه لنا الزميلة فيروز مكي. إذن تطورات متسارعة يشهدها السودان من رحم الخلافات بين مكونات الشراكة كانت السودان ومكوناته المختلفة والتي أدت بها لانقسامات تندر أو تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن ووحدته وسلامة أرضه وشعبه، ما استوجب على القوات المسلحة السودانية ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد كما ورد في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية أعلن حل مجلس السيادة الانتقالية وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء، هذا كما أعلن البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وإنهاء تكليف ولاة الولايات وإعفاء أيضا وكلاء الوزارات وتكليف المدراء العامين في الوزارات والولايات بتسيير العمل. أكد البرهان الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد فيها. شملت أيضا قرارات تجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها على أن تكون قراراتها النافذة وخاضعة لإجراءات قانونية. بحسب بيان القائد العام للقوات المسلحة السودانية فإنها ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى الموعد موعد الانتخابات في يوليو من عام 2023 لإنشاء حكومة من كفاءات وطنية مستقلة يراعى فيها تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. هذا كما أعلن البرهان أيضا الحرص الكامل لمتطلبات العدالة والانتقال لإنشاء مفوضية صناعة الدستور، مفوضية الانتخابات، مجلس القضاء العالي، المحكمة الدستورية ومجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا عرضا موجزا حول تطورات في السودان، نشكركم لطيب المتابعة. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، هذا وطالب أبو الغيط جميع الأطراف السودانية بتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في شهر أغسطس لعام 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020. هذا وصرحت الجامعة في بيان إنه من المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولا إلى عقد الانتخابات في موعدها المقررة. أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، حيث أكد الأمين العام للمنظمة أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني وتحقيقا لتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. أكدت المملكة العربية السعودية أنها تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية في السودان، وفي بيان للخارجية السعودية دعت المملكة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف ما بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق، ومؤكدة دعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه. وقد أعلنت الإمارات أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة الجارية في السودان داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد وحرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن بما يحقق مصلحة الشعب السوداني في التنمية والازدهار. شددت الخارجية الإماراتية في بيانها على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يستهدف حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.
أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في السودان، وعربت المنامة عن ثقتها بقدرة القوى السياسية السودانية على تجاوز هذه الأزمة بالحوار والتفاهم، ومؤكدة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في السودان لتحقيق تطلعات وأمال الشعب في النماء والازدهار. اعتبرت روسيا أن أحداث السودان دليل على أزمة حادة، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها في قدرة الشعب السوداني على حل مشكلاته الداخلية بنفسه. أشار بيان الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل احترام خيارات الشعب السوداني وتقديم أشكال المساعدة اللازمة له. أحبطت سياسات المحاصة في تقسيم الوزارات تطلعات السودانيين إلى الوصول لمستقبل أفضل، وقد أدى ذلك إلى تلكؤ بناء مؤسسات الدولة واستمرار النزاعات. المزيد في سياق هذا العرض التالي. طلب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر واستقطاب الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال تحلية المياه. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال لقائه جون كاستيكس رئيس الوزراء الفرنسي في مقر رئاسة الوزراء الفرنسية. أشار رئيس الوزراء إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه. وقد أكد رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستيكس أن مصر دولة محورية وذات حضارة عظيمة، وأن فرنسا حريصة على علاقات التعاون معها. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن توقيع مصر اليوم الثلاثاء على اتفاقية التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية يفتح المجال لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وخلال تصريحات له على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، أكد دكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه الاتفاقية هي رسالة ثقة بقوة ومتانة الاقتصاد المصري. وجودنا يعني الحقيقه في العاصمه الفرنسيه لمده يومين هو هدفه الحقيقه كان الغرض الاساسي طبعا ان احنا بنوقع ان شاء الله غدا اتفاقيه التعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه الاوروبيه، ودي طبعا من اكبر المنظمات على مستوى العالم، واللي مصر الحقيقه كانت بتسعى بقالنا فتره مع هذه المنظمه لتوقيع برنامج قطري او برنامج وطني للتعاون مع هذه المنظمه. اهميه هذا الموضوع بمنتهى الامانه انه بيفتح افاق كبيره جدا لمصر، لان من خلال هذه المنظمه هيبقى هناك يعني تدفق لمزيد من الاستثمارات الاجنبيه، وبيبقى رساله ثقه من منظمه واحده من اكبر المنظمات على مستوى العالم بقوه ومتانه الاقتصاد المصري. وبالتالي بيبقى من خلال هذا البرنامج اللي هيركز على عديد من المجالات على مدار السنوات القادمه في مجالات تخص تنشيط الاقتصاد المصري، هيكون دعوه ومجال لفتح مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شركات أوروبا كلها وليست فقط فرنسا للاستثمار في مصر في خلال هذه الأنشطة والمجالات. أشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد لقاء مع أكبر 12 شركة فرنسية تعمل في مصر،
حيث جرى مناقشة خططهم للتوسع في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أنه عقد اجتماعا موسعا مع 90 شركة فرنسية جرى خلالها عرض إشادات المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر. اليوم النهاردة الحقيقة بدأ من الصباح الباكر بالحقيقة اللقاءات مع أولا أكبر 12 شركة فرنسية بتعمل في مصر، والحقيقة تناقشنا بصورة جادة جدا على خططهم للتوسع في خلال الثلاث سنوات القادمة للاستثمارات في مصر. بعد هذه الشركات كان لديها عدد من التحديات يعني قالتها لنا، وابتدينا نتكلم معاهم على حل هذه التحديات إن شاء الله. وبالفعل يعني الحقيقة الحمد لله احنا يعني قطعنا شوط كبير جدا في إزالة عدد كبير من العوائق، وشرحنا ليهم كمان أهمية تواجدهم، ويعني هم الحقيقة عرضوا كمان العدد كبير من خططهم التوسعية إن شاء الله في كل المجالات المهمة، سواء في مجالات النقل والمواصلات أو التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجال الإسكان، في مجال البنية الأساسية والكهرباء والطاقة المتجددة. فالحقيقة كانت فرصة جيدة جدا للقاء معاهم. الحقيقة أعقب ده اجتماع موسع مع 90 شركة من الشركات الفرنسية، اللي الحقيقة عرضنا عليهم كل اللي ما تم في مصر والحمد لله، وإشادات كل المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي للمصر قامت به في الإصلاح الاقتصادي، وعرضنا أيضا المرحلة الثانية من البرنامج الدولة المصرية بتركز فيهم على الأنشطة الأخرى القطاعية المهمة زي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والحقيقة يمكن كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من هذه الشركات اللي أبدت يعني رغبتها في التواجد في مصر في خلال المرحلة القادمة. كما أكد رئيس الوزراء أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر عربت عن رغبتها في التوسع باستثماراتها، ومشددا على حرص الدولة خلال الفترة المقبلة على دفع المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي من أجل التواجد في المشروعات القومية. أهم شيء يمكن من هذه الزيارة إن اللي إحنا سمعناه النهاردة الحقيقة من الشركات الفرنسية إن هم يعني يرغبوا تماماً في البقاء في مصر، وأكدوا على إن مصر بلد مستقرة وبلد قوية، المؤسسات فيها قوية جداً، وبالتالي عندهم اطمئنان للتواجد في مصر في خلال الفترة القادمة، عندهم رغبة في التوسع في الاستثمارات بتاعتهم في مجالات جديدة، وبالتالي يمكن هم كانوا بيثنوا تماما على ان مصر الحمد لله يا رب، وده ربنا يديمها علينا النعمة، ان مصر في اقليم على الرغم من انه هو اقليم شديد الاضطراب وشديد التغير، مصر تعتبر من الدول القليلة جدا اللي هي عندها استقرار كامل، عندها رؤية واضحة الدولة بتشتغل عليها، عندنا يعني نسب نمو الحمد لله بتتحقق. الفترة الجاية اتكلمنا معاهم على ان احنا بنستهدف في خلال 3 سنوات ان نسبة نمو الاقتصاد تبقى في حدود 7%، وده كرقم طبعا رقم كبير جدا هم ما بيسمعوش فيه، وبالتالي ده كله بيفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري ان هم يشتركوا في مشروعات كبيرة، لان احنا حريصين كدولة في الفترة القادمة على دفع مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والاجنبي للتواجد في المشروعات القومية في مصر. وخلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لفيفا من الشخصيات الفرنسية البارزة من السياسيين والإعلاميين والبرلمانيين ورجال الأعمال خلال حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة المصرية في باريس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية. أكد رئيس الوزراء خلال لقائه أن مبادرة حياة كريمة ترتكز على تحسين النواحي التنموية والاقتصادية والإنسانية، وتستحق أن تكون مشروع مصر للقرن 21. أضاف رئيس الوزراء أن مصر نجحت في توسيع نطاق قدراتها الإنتاجية وموارد الثروة بها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستظل داعما قويا للقطاع الخاص لضمان قيامه بدور محوري للمساهمة في تحقيق الخطة التنموية الطموحة في مصر. فيما أكد السفير المصري لدى باريس السفير علاء يوسف أن العلاقات الثنائية تشهد مستوى من التميز والتقارب غير مسبوقين، قائما على شراكة قوية تستند إلى العديد من المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. من جانبه أكد رئيس الجانب الفرنسي بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي في تصريحات لإكسترا نيوز بأن الاجتماعات مع رئيس الوزراء والوفد المصري كانت مثمرة للغاية، ومضيفا التعاون المشترك ما بين البلدين ازداد قوة في السنوات الأخيرة في كل القطاعات.
إنني في غاية السعادة أن أكون معكم خاصة بعد هذا اللقاء الثري مع رئيس الوزراء المصري وبصحبته هذا العدد المهم من الوزراء مثل وزير المالية والكهرباء والاتصالات. وقد كانت اجتماعاتنا اليوم مثمرة للغاية. إن التعاون المشترك بين مصر وفرنسا تاريخي، وأرى أنه قد ازداد قوة في السنوات الأخيرة في كل القطاعات. فقد بدأت مصر برنامجا إصلاحيا متميزا وطموحا وقد كلله النجاح. فمصر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي لم ترى اقتصادها يعاني من أي تراجع بسبب أزمة كورونا، وقد طبقت سياسة استقرار مالي مما شجع الشركات على الاستثمار. يسعد فرنسا أن تكون شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر في قطاعي الاستيراد والتصدير، كما يسعدنا أيضا التعاون مع مصر في مجال الطاقة. فقد حققت مصر تطورا غير مسبوق في مجال الطاقة الشمسية واستخدام الهيدروجين، مما يجعلها الشريك الرائد على مستوى أفريقيا في هذا المجال. لقد تبادلنا مع رئيس الوزراء المصري بشكل تفصيلي رؤيته، فمصر لديها رغبة في التعاون والتنمية في مجال الزراعة، وهو قطاع هام للغاية، وفي الصناعات التي تعتمد عليها. فمصر بحجمها وتعداد سكانها لديها كل الإمكانيات التي تؤهلها لتكون منصة للإنتاج والتصدير لأفريقيا والشرق الأوسط. وقد تناولنا أيضا كل المبادرات في قطاع الاتصالات نظرا للأهمية التي يحتلها الإنترنت مؤخرا، وقد تطرقنا لفكرة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سوف يستلزم نمطا جديدا من العمل معتمدا على تقنية الذكاء الاصطناعي. كل هذه الموضوعات سوف تؤدي لمشروعات على المدى القريب، وبعضها بالفعل حيز التنفيذ. يهم فرنسا جدا أن تساهم مع مصر في مشاريع التنمية. لقد انبهرنا أن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت تمثل في مصر 20% من الطاقة المستخدمة، وأن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 42% بحلول عام 2035، ونحن على يقين أن هذا الهدف سوف يتحقق. نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تعدين العملة الافتراضية البيتكوين من خلال تجميع أجهزة حاسب آلي بأحد الجراجات بالقاهرة، كما تمكنت من ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية والفساد الوظيفي. البيتكوين عملة رقمية افتراضية لا تحكمها قواعد واضحة ولا تخضع لسيطرة الجهات الحكومية، ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ومع صعوبة تتبعها يسهل استخدامها في العمليات غير المشروعة. لذلك تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لجرائم إصدار وترويج تلك العملات حفاظاً على الاقتصاد القومي في ظل تجريم المشرع المصري لها. الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وضعت خطة بحث تهدف لمكافحة تلك الظاهرة وضبط القائمين عليها، تعتمد على رصد ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي وتحديد القائمين على هذا النشاط الإجرامي. ومع المضي قدماً نحو تنفيذ تلك الخطة وما أسفرت عنه التحريات الميدانية، تمكنت الإدارة من تحديد أحد التشكيلات العصابية المتخصصة في إصدار العملات الافتراضية بيتكوين والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتوصلت إلى استخدام عناصر التشكيل أحد الجراجات بالمقطم بالقاهرة لتجميع أجهزة الحاسب الآلي وبعض الأدوات المستخدمة في تعدين العملة. ونجحت الإدارة في ضبط عناصر التشكيل بعد استهدافهم بمأمورية حال ممارستهم لنشاطهم الإجرامي داخل الجراج، كما تم ضبط جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في ذلك النشاط الإجرامي، وهي 211 جهاز تعدين خاصة بتخليق عملة البيتكوين مختلفة الأحجام والقدرة الإنتاجية، 281 مروحة لتبريد الحاسوب يتم تثبيتها على أجهزة التعدين، 34 مزود طاقة كهربائية خاص بالأجهزة، 1000 وصلة كهربائية و1700 قطعة تستخدم في الصيانة، و900 كابل كمبيوتر لربط الأجهزة ببعضها، وأربع أجهزة استقبال بمخارج متعددة، وجهازان كمبيوتر وجهازان لابتوب تستخدم في عمليات التعدين،
ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي بلغت أكثر من 300,000 جنيه. وقد أقر المتهمون بنشاطهم الإجرامي بعد مواجهتهم بالتحريات وما تم ضبطه من أجهزة وبرامج ومحافظ إلكترونية. هذه القضية واحدة من قضايا متنوعة تنجح الإدارة في ضبطها في إطار تصديها لكافة الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني. فقد نجحت الإدارة في ضبط 4 تشكيلات عصابية بالمنيا لقيام عناصرها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي بلغ 14 مليون جنيه. كما تمكنت من ضبط تشكيلين عصابيين بالإسكندرية لإتجار عناصره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول مقيمين بالبلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها بالجنيه المصري، نظير عمليات البيع الوهمية مقابل عمولة. وبلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 42 مليون جنيه. الإدارة تمكنت أيضا وفي إطار تصديها لجرائم الفساد الوظيفي من ضبط مهندسين بإحدى الإدارات التعاونية الزراعية بقنا لتربحهما من أعمال الوظيفة من خلال الاستيلاء على 2900 طن سماد مدعم وعدم تسليمها للجمعيات المنصرفة لها وبيعها بالسعر الحر للمواطنين، حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه 5,500,000 جنيه. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 889 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا، وعن وفاة 48 حالة جديدة، إضافة إلى خروج 755 متعافيا من المستشفيات. وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 325,508 حالات، من ضمنهم 274,762 حالة تم شفاؤها و 18,333 حالة وفاة. أعربت مصر عن استنكارها لقيام الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات لبناء ما يزيد على 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية. وتتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ ما يتردد عن خطط للحكومة الإسرائيلية بتوسيع الرقعة الاستيطانية، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية والقضاء تدريجيا على حل الدولتين ومستقبل الدولة الفلسطينية. عقد وزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي اجتماعا مع وزير المياه السنغالي من أجل استعراض اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها اليوم الثلاثاء على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه. وخلال اللقاء طلب الوزير السنغالي دعم مصر في الإعداد لتنظيم المنتدى التاسع للمياه بدكار في عام 2022. في ليبيا صوت مجلس النواب بالأغلبية على تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاما بدلا من 40. كانت مفوضية الانتخابات قد أكدت أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا عند استكمال الاستعدادات اللوجستية. كما اجتمع رئيس تونسي قيس سعيد مع وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية محمد الرقيق، وأكد سعيد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها الاستغلال لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة. أملاك الدولة هي أملاك الدولة ولا يمكن أن يفرط فيها للصوص. لدي قضية واحدة، ولكن أعتقد أن الأمر يتعلق بعشرات القضايا المتعلقة بنهب أملاك الدولة، بنهب أملاك الشعب التونسي ومقدراته. شخص
لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ويعد في الإرشاء والارتشاء، أيضا الاستحواذ على عدد من الأسواق التابعة لولاية باجة وسوسة ومنوبة وبن زرت، السكوك بدون رصيد وغير ذلك من القضايا. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان، كذلك خلال استقبال الكاظمي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف الثنائية فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أشاد رئيس الوزراء اللبناني بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني. يواصل البركان في جزيرة لابالما الإسبانية ثورانه وإطلاق الحمم البركانية، هذا ودمر البركان حتى الآن ما يقرب من 900 هكتار ودمر حوالي 2150 مبنى، وتم إجلاء حوالي 7000 شخص منذ بداية حالة الطوارئ. تتواصل أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية بهيج مركز برج العرب بمحافظة الأسكندرية، إذ استمر العمل في إنشاء شبكة الصرف الصحي بالقرية في مناطق مختلفة، كما يتم تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، إضافة إلى تطوير مركز الشباب وإنشاء الوحدة البيطرية بقرية الميثاق إحدى توابع قرية بهيج. تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة الإسماعيلية، حيث قام فريق المتابعة الميدانية لمؤسسة حياة كريمة بمتابعة المشروعات في مركز القنطرة الشرق، وأبرزها إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع الخدمات الزراعية، كما يجرى تنفيذ خزان مياه شرب بقرية العبور التابعة لقرية الأبطال، كما يتم توسعة الفصول بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية. أعلنت مؤسسة حياة كريمة تنظيم قافلة شاملة لأمراض العيون ضمن مشروعات مبادرة عينيك في عينينا للكشف عن مسببات العمى داخل إحدى القرى بمدينة كومومبو في محافظة أسوان. أعلنت المؤسسة كذلك رفع كفاءة 30 منزلا بقرية الشهامة بمركز إدفو، إضافة إلى تنظيم قوافل طبية لمواطني نصر النوبة. والآن مع أهم الأخبار الرياضية. حول الاتحاد السكندري، تأخره لتعادل مثير أمام مسموحة بنتيجة 4-4 على ملعب الإسكندرية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، هذا وسجل سموحة الهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق صديق لابا، قبل أن يضيف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأحرز محمد شكري الهدف الثالث لنادي سموحة في الدقيقة 38 من الشوط الأول، فيما سجل الهدف الأول لاتحاد كريم الديب في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 53 سجل حسين فيصل الهدف الرابع لسموحة قبل أن يحرز فوزي الحناوي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 73، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 88 ليسجلها سعيد سنبوري بنجاح في الدقيقة 89 ويمنح فريقه الهدف الثالث، أما في الدقيقة 95 فسجل مابولول والهدف الرابع للاتحاد ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من هذه المباراة. وقد فاز فريق البنك الأهلي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت في افتتاحية الدوري الممتاز للموسم الجديد. اللاعب الغيني موسى ديوارا تقدم مبكرا بالهدف الأول عند الدقيقة 4 من عمر اللقاء،
ثم أضاف محمد هلال الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 و96 ليحقق البنك الأهلي أول 3 نقاط له في المسابقة. ويواجه الزمالك فريق ام بي اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وسيقام هذا اللقاء في الساعة 8 مساء باستاد بتروسبورت. واختتم حامل لقب التدريبات بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك استعدادا للمباراة، بينما خضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية خلال معسكر الفريق الحالي. ويستضيف المقاولون العرب فريق الشرقية للدخان في 3 عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم. يقام اللقاء في ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، كما يلتقي الجونة مع ضيف سيراميكا كليوباترا في 5:30 مساء على استاد خالد بشارة بالجونة. والآن مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس لطيفا في أول الليل مائل البرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبأخبار الطقس نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يقر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية. ومصر تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا كذلك عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على يوتيوب. ليلتكم آمنة بإذن الله.